بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في فيديو جديد من فيديوهاتنا. هنفتح كتابنا، كتاب المراجعة والامتحانات، صفحة 79، الدرس الثالث. مكتوب في القطعة الأولانية: جو مابيلي لان، اسمي ليلان، بسكن في مدغشقر، جزيرة إفريقية، بتقع دون لوسيان انديان، يعني في المحيط الهندي، لا كابيتال دو مون بيي، عاصمة بلدي سي انتاناريفو. في مدغشقر في حوالي 20,000 أبيتون ساكن. لوبلون روج لوفير، الأبيض والأحمر والأخضر، بيكون ألوان علم بلدنا. أونابيل إحنا بنسمي بلدنا الجزيرة الحمراء، بارسكو لا تور روج، لأن الأرض بتكون حمراء. في مدغشقر طبعا عندنا الطبيعة جميلة والجو جميل والبحر، الغابات، الجبال، بتجذب ملايين السياح كل عام. في مدغشقر طبعا بنتحدث لغتين، الفرنسية والمالجاش. طبعا أول جملة مكتوب في مدغشقر: السكان بيتحدثوا دو لونج، لغتين، دو لونج، لغتين، داكور. مدغشقر طبعا بتطل على أوسيان، على محيط، على أوسيان. لو تون بي بو، يعني الجو جميل في مدغشقر. مدغشقر بتوجد طبعا في إفريقيا، سيغ لافريكا. سالي إليزا، يعني أهلا إليزا. دوماج فيا لغانيسا فيك مي بارون، أنا سوف أذهب إلى مدينة نيس مع والدي، شي مون أونكل، عند عمي برنارد. لا هناك ليزابيتون سونت تري سامبا اي جونتي، يعني السكان بيكونوا لطاف جدا وظرفاء. افيك مي كوزان، مع اولاد عمي، جو في فيغ بوكو داكتيفيتي، يعني حمارس كثيرا من الانشطه، ركوب الدراجات، دو باتا اغلاس، التزلل، دو لا راندوني او جاردان، والتنزه في الحدائق او جاردان. اون فا اوسي فيزيتير، سوف نزور ايضا لميزي، المتاحف، يا ليغو كافي اوزو، هنروح الكافيهات وحديقة الحيوان، بريدو ما بعد غد، لو ماتان في الصباح. اون فاليرو بارك داتراكاسيون، سنذهب الى حديقة الملاهي. جادور لو تران دو مين، انا بعشق قطار المناجم، الى ميزون تي وبيت الرعب، لمونتاني روس وقطار الموت، سامي في بيغ، هذا يخيفني. ماريون لا تحب اطلاقا، ماريون طبعا لا تحب اطلاقا قطار الموت. مونتاني روس طبعا بيخيفها، دي مونتاني روس عشان بيخيفها. ابريدو ما بعد غد، طبعا هم هيروحوا البارك ده تراكاسيون. انيس ماريون فافير، يعني في نيس هي حتى باتا اجلاس. دوما غدا ماريون فا الير، سوف تذهب طبعا شي سونونكل، عند عمه. شير بيير، عزيزي بيير، جي تنفيت اباسير دو سمان ا الكساندري بين دو لي فاكونس دو تي، انا بدعوك لقضاء اسبوعين في اسكندريه اثناء اجازه الصيف. في اسكندريه تستطيع ان تؤجر، تقيم شي موا عندي، دون زان ابارتيمون او بور دو لا مير، في شقة على شاطئ البحر. أنا سوف أجهز لك برنامج جيد لاكتشاف المدينة. لو متى في الصباح بو أليغ لا بلاج، نستطيع الذهاب إلى شاطئ المنتزه. أولون ترو بوكو داربر، سنجد كثيرا من الأشجار النادرة. لوسوار في المساء واسي بقوموني، سوف نتنزه دون لوري دولافيل، في شوارع المدينة أو بري دولا سيتادل خطي، أو قريبا من قلعة خايد باي. On peut découvrir la bibliothèque d'Alexandrie, la deuxième grande bibliothèque de le monde. نستطيع اكتشاف مكتبة اسكندرية، تاني أكبر مكتبة في العالم. في اسكندرية بنجد تاني أكبر مكتبة في العالم، يبقى لا دوزيام، تاني أكبر مكتبة في العالم.
بيير فا باسير ا الكسندري يقدر يقضي ايه دو سومان يعني اسبوعين او 15 جور 15 يوم يعني او ما يقارب ذلك. الكسندري اسكندريه بتطل على البحر طبعا لا مير ميديتراني البحر المتوسط. علي كريسا لاترا يعني علي كتب الخطاب ده في 20 مايو و 20 مايو بالنسبه لنا ده في الربيع طبعا يبقى اوبرنتون شهر مايو. سالي ميلا مسير ليا إموا أختي ليا وأنا نزلو نحن سوف نذهب أو سوف نقضي هنا سوف نقضي دو سومين أسبوعين لوكسور شي نوتر كوبين منى عند صديقتنا منى. لا هناك il y a beaucoup de monuments et du site historique يعني في طبعا كثير من الآثار والمواقع التاريخية. Nous allons visiter beaucoup de musées, sauf à Nazour Kessira, mais le matahef à Luxor, les gens sont gentils. Fait Luxor, les gens sont latifs, les samba, les arifs, mais il y a du soleil, les gens sont chèmes, sont cassés, en jouer, fichés, riolio. Nous devons apporter, il y a un nohder, du vêtement léger, mais l'abis خفيف, احنا خدنا كلمة léger, طبعا, ou كلمة lor, يعني ايه, ثقيلة. Le soir, في المساء, on va voir le folklore égyptien à bord d'un bateau sur le Nil. يعني, سوف نرى الفولكلور المصري على متن, ها, مركب على النيل اللي كتب الخطاب ده لويز طبعا او كتب الايميل ده لويز. لويز فا الاكسور افيك طبعا ليا اختها معالية. Les habitants de Luxor sont gentils et sociables. Le soir, Louise se promène, سوف تتنزه طبعا على متن مركب en bateau. في الأقصر بنجد كثيرا من الآثار دي حقيقة. الجو بارد في الأقصر دي مش حقيقة. لويس هتقضي اسبوع في الأقصر طبعا هم هيقضوا دو سومان الأقصر اسبوعين فدي خاطئة. في المواقع بقى عندنا تي دي موندا تونا مين انت بتسأل صديقك سي بروجي ان فاكونس بروشان. طالما قال لي كلمة بروشان القادمة يبقى لابد اركز ان انا هشتغل او جملتي هتبقى في الايه في المستقبل. طيب هتقضي اجازتك القادمة انت بتسأل صديق ماذا هو يقول؟ هيقول انا سوف اذهب الى البحر تمام او هيقول انا سوف امارس الرياضة. ممكن يبقى انا بدور على جملة في المستقبل ده اهتمام الاول وتكون مناسبة للرد بتاعي. تونا ميتي ديموندي يا صديقك بيسألك تونا ادريس عن عنوانك. طيب كاسكيل دي ماذا هو يقول؟ طبعا سؤال عن العنوان يا او ابيتي يا كيلي تونا ادريس واحدة من الاثنين ودول جملتين ناضيين عليهم من سنة أول. بعد كده تي عنديك تا بروفيسيون بريفيري يعني أنت بتشير لمهنتك المفضلة أو فيتير في المستقبل. كاسكتي دي ماذا أنت تقول؟ فبتقول جي سويت اتر بيلوت يعني أحب أو أتمنى أن أكون طيار وجي ماتر ميتسا أحب أن أكون طبيب. تي ديموندا تونا مي انت بتسأل نونو نمرو كتر رقم اربعة تونا مي تي ديموند تي جو بور لا ناتيغ يعني صديقك بيسألك ميولك للطبيعة فماذا هو يقول؟ طبعا هيقول لك كو ام او كو بريفير تو دون لا ناتير ماذا تفضل في الطبيعة او ممكن يقول الجملة دي كالز ليمون تو ام دون لا ناتير اي العناصر انت بتحبها في الطبيعة. تي ديموند اتونا مي سي بروجي الويكوند بروشام تسأله عن مشروعاته في عطلة نهاية الأسبوع القادمة. كاسك تي دي ماذا أنت تقول له؟ فبتقول له ماذا ستفعل في عطلة نهاية الأسبوع أو ما مشروعاتك اللي هتعملها في عطلة نهاية الأسبوع. تي أنونس يعني أنت تعلن أو تخبر مشروعاتك بالنسبة للأجازة القادمة فبتقول طبعا جو في فير دو سكي أنا سوف أمارس التزلج أو أنا سأذهب إلى الريف. تونا ميتي ديموند صديقك بيسألك سي كوا لو تران دو مين ايه هو قطار المناجم فانت بتقول دي لعبة سيتان جو او بتقول سيتان اتريكاسيون يعني ده حاجة عنصر من عناصر الاتريكاسيون الجذب او التسلية.
Tu demandes à ton ami, أنت بتسأل صديقك son temps préféré يعني عن طقسه المفضل. فبتقول له طبعا tu préfères le soleil et le pluie ou quel temps préfères-tu؟ يعني أي طقس أنت تفضل؟ وأنت بتفضل الشمس ولا البلوي المطر؟ وهي دي اللي هتبقى مناسبة شوية عندنا بالنسبة لنا. تي ديموند انت تسال اتونامي دي او ال في من اين اتى؟ فهو هيقول لك جو فيان دو بارك او جو فيان دو لا ليبريري انا جاي من المكتبه او جاي من الحديقه. تي ديجري انت تصف الطقس في الشتاء، طبعا في الشتاء الناج تسقط ثلجا وكمان الفيفر والجو بيكون بارد. تونامي تي ديموند يعني صديقه بيسالك او تيام ناجي اين تحب ان تسبح؟ طبعا السباحه في مكانين دايما يعني تحبوا ان تسبح، فانت طبعا بتقول له دونو لاك في البحيره او في المال في البحر. تونا ميتي ديموند صديقه بيسالك بوركوا تي فا على بيبليوتيك، لماذا تذهب الى المكتبه؟ كاسكو تي دي، ماذا انت تقول؟ هتقول له بور لير او بور شيرشي، بور فير دي ريشيرش عشان اعمل ابحاث او لاقرا. طبعا الاولى تي تنفورم انت بتستعلم عن الطقس في الشتاء، انت بتقول كالتون في تال انيفير او اون جانفيير، لان جانفيير من شهور الشتاء. تي بارل دو تيز اكتيفيتي على مير، تتحدث عن انشطتك في البحر، فطبعا بتقول جيناج افيك لي كوبان، انا اسبح مع الاصدقاء. تي بارل دو تيز اكتيفيتي، انت تتحدث عن انشطتك. داكور نمبر 3 تون امي بارل دو سي فاكونس دو تي، يعني صديقك بيتحدث عن اجازته الصيفيه. هو بيقول طبعا في يوليو انا بسافر الى الاسكندريه. تي ديموند تون امي، انت تسال صديقك سي بروجي بور دوما، لمشروعاته بالنسبه للغد، فطبعا بتقول له tu vas faire quoi demain، يعني انت هتعمل ايه بكره. تي ديموند اتون امي، انت بتسال صديقك سو كيل في او بارك داتراكاسيون، يعني ماذا يفعل في حديقه الملاهي؟ هو بيقول طبعا جو في دي توبوغا، يعني انا بركب زحليه او بتزحلق. تي ديموند ان توريست سا ناسيوناليتي، يعني انت بتسال سائح عن جنسيته، كاسك تي دي، ماذا انت تقول؟ فبتقول له طبعا كيلي فوتر اورجين، ما اصلك، تعادل ما جنسيتك. تي ديموند تون امي، انت بتسال صديقك كومون ايل فا الا فوري، كيف يذهب الى الغابه؟ فهو طبعا بيقول افيلو، على الدراجه. بالنسبه للجرامير نو نيفينو با دي سينما، طبعا احنا عارفين فيرب فينير بيجي بعد دو، وطبعا ده بيحصل ادغام طبعا هنا، ده بيبقى حرف جر وسينما مذكر، فبناخد دي. ابريدو ما بعد غد بتدل على المستقبل، فهنقوله il va faire، فيرب عليه بقى مضاف اليه مصدر فعل. ان فاكونس في الاجازه، تي في faire quoi، بتعمل ايه؟ طبعا ماذا تفعل يعني، واحنا طبعا كو تاخرت في نص الجمله او في اخرها بتحول الى كوا. او فيان دو بارك، طبعا هنا فيان على اساس حرف الجر دي طبعا، والتصريف الصحيح مع ضمير او. انو تون في الخريف ان يا با دو فلور، طبعا الجمله منفيه، اول ما بلاقي ان يا با بختار دو او دو بصرف طبعا لو كان الاسم اللي بعدها مبدوء بحرف ايه متحرك. الفيكال تون يعني ما حاله الجو في مدينه ناس، هناخد هنا كال. الفيان دو مالت، الفيان دو مالت، طبعا هنا هناخد دو لان دي جزيره والجزر كلها بتاخد دو طالما هي مفرده مؤنث. ليزوازو شونت، الطيور تغرد او تغني. شونت هنا عشان ليزوازو الطيور دي جامع، بتعادل الضمير الى فيكاس. اجوردوي اليا دو لا بلوي ولا ان يا با؟ ان يا با طبعا عشان احنا لقينا دو، لقينا دو خد ان يا با. طبعا الي مستبعده، الفي مستبعده، لان دول بيحتاجوا صفه بعده. اليا طبعا عايزه دولا، فالجملة منفية بتحول طبعا، احنا زي ما قلنا في النفي بتحول ادوات التجزئة الى دو او دو اصلا. في الاجابة كده رحت بسرعة بصيت لقيت بور فوار، يبقى اكيد هسأل بوركوا، لماذا تذهب الى حديقة الحيوان؟ لكي ارى الحيوانات. مارك فيان دو انجلتر، انجلتر هنا دولة، الدو بحرف متحرك تاخد دو اصلا. سامي فيان دو لا اوبيتال، دو لا اوبيتال دي بتيجي مع الاماكن بقى اللي هو دو الا اوبيتال. نوزا لو دو فرانس، يعني احنا بنذهب من فرنسا الى المغرب او ماروك.
إلى المغرب، نذهب من مكان لمكان. يبقى طبعا مروك المغرب طبعا دولة مذكر تبدأ بحرف ساكن، فهتاخد أو هنا. Demain غداً tu as la piscine، فهتبقى هنا tu vas nager، أنت سوف تسبح في حمام السباحة. جيم فيزيتي، أنا ملاحظ بقى إن فيزيتي ما بتاخدش حرف جر مع المدن والدول والحاجات دي، فهناخد هنا اللي هو عشان البرازيل هنا مذكر. جانا دور لا كولير، يعني جان بيعشق اللون. اللون هنا طبعا هتبقى ايه؟ اسمر طبعا او ازرق او اي حاجه بس تكون مؤنث، فهنا المؤنث كلمه فيوليت البنفسجي. فوفيت طبعا على اساس ان ده تصريف مع فو. جولي غونتر عادت الى منزلها، يبقى لا عشان المنزل هنا مؤنث. لا باردون، ده في ساميزون، يبقى هناخد بس مش هناخد الا، يبقى هي دي صحيحه. اساميزون على اساس ان في هنا صا، وصا هنا صفه ملكيه، فده يعتبر مانع للادغام عندنا. جيم بيكو، انا احب كثيرا لا فرانس، فرنسا. طبعا عارفين الافعال الميول دايما تاخد اداه معرفه بعدها. باتريك فيان دو فرانس، هناخد هنا فيان. تي فاش وزير، انت سوف تختار كل كولير اي لون، يبقى هنختار كل مؤنث عشان لون طبعا. سوزان باس سون تون الير، بتقضي وقت فراغها في القراءة. خلي بالك هنا ده مصدر فعل، أنا محتاج هنا بس هي الوحيدة اللي تابة اللي نيجي بعدها مصدر في الاختيارات دي. احنا عارفين المصدر بيجي لو فعل متصرف، يبقى التاني في المصدر أو حرف جر من الحروف الخمسة بتوعنا اللي هم ودو وبور وسون وبار. نو فينو دو فلبين، فلبين طبعا من الدول الجامعة، الجزر الجامعة يعني، فبتاخد دي مع فيرب فينير. وجوردوي لو طون، بتاخد ايه طبعا، لو طون ايه يعني جو يكون. جو نو فيان با دو كندا، طبعا دو كندا هنا ما بنتأثرش بالنفي في الجملة دي. سون لي سيزون دو لاني، كلمة سيزون يعني فصول السنة، ولو لاحظنا طبعا فصول السنة جمع مؤنث، وهناخد كلمة أجوش، يبقى تورن. ميسيو، يبقى تورني. شوفوا بقى أنا ماشي مع الجملة، أجوش بس قلت تورن، يلا بس لقيت ميسيو، يبقى أنا هخاطب إيه؟ احترام، صيغة احترام، فهناخد الفعل مصرف مع ضمير فوق. كي أما تيجي كي تسأل عن فاعل في الجملة، يبقى يصرف الفعل معاها على إنه إيه، لأن ده ضمير غائب، إحنا ما نعرفش مين اللي هنجاوب بيه. نو سوم زون كيل موا، يعني إحنا بنكون في أي شهر، فهناخد هنا كيل طبعًا على أساس إن كلمة شهر مفرد أو مذكر، احنا في أي شهر مش في أي شهور طبعا. دوما غدا الجوي، يبقى فا لأن ده مستقبل بقى، مستقبل يبقى فا جوي. جو فيان دو لابيسين، أنا جاي من حمام السباحة، دي كلمة مؤنث هتاخد دولار. فيت فيو بندولي فاكونس، يبقى ماذا تفعل، كو ماشي. مارك دورجين، أورجين طبعا زي كلمة ناسوناليتي، زي كلمة لونج، زي كلمة كولير، دايما الصفة اللي تيجي بعدها مفرد مؤنث، يبقى هنبقى إيطاليان. جمالي، أنا أحب الذهاب إلى هولندا، هناخد هنا أون طبعا. تي فا تي كوشي، مصدر فعل طبعا. لا فرانس إي لا سويد سون دو بي اوروبيان، بتكون بلاد اوروبيه، الصفه هنا بتعود على البلاد، وبلاد هنا جمع مذكر. ناسوناليتي هنا جمع مؤنث، فهناخد كل كل سون لي ناسوناليتي دي تي كوبان. فوندر دي بروشان جو في فير، انا سوف امارس التزلج. بعد كده الايميل طبعا مجاب عندنا بطريقه مختصره اهو سهله، والايميل الثاني مكرر، امتى بتزور الجبل في الشتاء، الطقس بيكون شكله ايه، فحول الفي فرواه. الجملة اللي بعدها كاسكو تي فا فيغ لا، ماذا تمارس هناك، يبقى جو في اسكي على مونتاني، انا بمارس زحلق على الجبال. تحدث عن المشروعات بتاعة اسرتك في عطلة نهاية الاسبوع القادمة، واستخدم فيرب جوي او بيلعب، وهو لابد يجي بعدها لعبة مذكر، وفير دي وانا جاي. وبرضه اتكلم عن انشطتك، تحدث عن تيز اكتيفيتي تو في بارك دو تراكاسيون، اللي انت بتعملها في حديقه الملاهي، وده موضوع موجود عندنا في الدرس وشفناه مع بعض. ميرسي بورفو، شكرا ليكم، ومعذره لاي سهو او خطا حصل عندنا، ولو في اي حاجه او ملحوظه نكتبه في الكومنت تحت على اساس نتدارك الامور ونشرحها مع بعض. لو في اي سؤال برضو اساله لي، اكتبه تحت واحنا مع بعض باذن الله. ميرسي بورفو، روفوار، الى بروشان فوا.